سأفتح حوارا حقيقيا مع كل الجيران، لأن مصلحة الجزائر في وحدة الدول المغاربية هو ما صرح به المرشح عبد العزيز بلعيد من ولاية لمسان، معتبرا أن مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار. مصلحتنا هي في وحدة دول المغرب الكبير، مصلحتنا في وحدة المغرب الكبير، لأن الآن في تكتلات دولية اقتصادية، لابد أن تكون هناك قوة في شمال إفريقيا، هذه القوة اللي في هذه الدول لابد أن نجد حل. إنشاء مناطق التبادل التجاري الحرة مرتبط بتسوية الملفات العالقة، لكن مع احترام الشؤون الداخلية لكل بلد، يوضح مرشح جبهة المستقبل. هذه المناطق الحرة مرتبطة بأشياء، أولاً المصلحة المشتركة مع البلدان المجاورة، ثانياً عدم التدخل في الشؤون الداخلية وهذا أساسي، وأيضاً حل كل الملفات العالقة ليس فقط مع الإخوة في المغرب وإنما أيضاً مع كل الدول، وخاصة أن الآن في الساحل والصحراء هناك الإرهاب الذي ينخر في الاقتصاد لهؤلاء الدول، وأيضاً بنى في حدودنا مشاكل كبيرة، وبالتالي لابد من فتح كل هذه الملفات. هذا ووعد المرشح بلعيد أنه سيعيد النظر في التقسيم الإداري ويولي أهمية كبرى بالقرى والمداشر.